مدحوينها مامورك قاتومي استيد عبد النور علمي قاجو ايا سودوين بلارن لغو سميه مقالدة تلاحة سيدة واربحينتار نغو صدري وليهن عبد كرين أولل مدحوينها مامورك قاتومي استيد عبد النور علمي قاجو وكمي دقلها مدحتو يدا دولة قبلات كخاتومو ايا سودوين لحاد لغو سميه مقالدة تاريخي قاية تلاحة وحانا وفتيغان بلارون وكسو كعتمي مقالدة مقدشة عاصمة دلك الصومالية هالكاسو يصفر رشقة كتشوغين مدوين كان سودوين تنيا وحا كقيب قادن يقولها سريع الدقن كايا كان مدحتو يدا امامولك خاتومة استيد في صومالية وفتيغان ايا وحا لوسو قلبية قده هم مقالدة يدو اي سودوين الشعب اه ظفر بادن ورهدا كالدوان اي بلشدا كو ودن يرادا اي ديغان كتلح يغو كدسان ورين الكاسي وحا كهالي قراد شامع قراد علي قراد شامع وحانا كمي هذا الذي سيدت إن شاء الله تعالى وإنه تعالى هذه أدوى نقفر حسنا الحمد لله على سلاماتك إلى هاي الحرونتي قرنك الصومالية المدحوينة وكيبت حرونتي خاتمي يبت وكسو دوينينا بسم الله الرحمن الرحيم يا هل كانوا أكلاء جنيت كيدا وحن كسو دوين المدحوينة عبد النور عبد القاتش وأي تهي وقت كله إلى وحا هل كنت أقل قوليه مدحوينة كسو تابع حالة وقوليه هاي مدحوينيه نوسي جوغي سوغو سودوينيا مدحوينة أحمد عبد النور قوليه سماد قولها سراء اعتقانكا ودمان تودان انزي كمقنين قوليه وسيره دا أقاسينياشي حكومتي أوردن شعبكي غير تلاح كعما فورن بي مدحوينة كو سودوينيا إلا ساكن الدفكني هل كان يتاقنايين سودوين تادا كو سودوو تلاح المرلابات أهلا وسهلا ومرحبا بسم الله الرحمن الرحيم حدي بكذا لي دامن حبين وتاقن لها سودو مدحوينة دبي كذا ليه مية حاية هاس واللي بسوق أيه اللي بسادة لنا أيه wada dadweyne fara badan ayaa halkaasii ka hadleen ayaa waxa uu halkaasii madaxweyne Cabdi Nuur Cilmi Qaaji uga mahadceliyay dadweynihii reer Talaxay soo dhaweeyay waxaana kamid ah madaxweynaha golaha sare ee dhaqanka madaxweynayaasha golaha xukuumadda shacabka reer Talaxay waxaan ka tirsanahay anigu soo dhaweynta wanaagsan waxaan idinkaga mahadnaqayaa سب ما حد بوحده مدحوينها والله دغنك يا سري حكومة شعبك شرفت له سيدا ديهن وكل ما ذو كتركو وصفين ما ذو كتركو ليسوا دويسين وانا ذيكو مهبنا غيا إنه نبدأ إله سوكين عليي ولي بوا سو ديار غروبي اوغادا وخي ورا وينو دمهيان يا ورايسو وا مهادنقي سو دوينتا او بدن او ميلو البدوخيه waynu ku barwaaqayno magaalada Talaxay dhawaanahan waxa ka soconaya shir ay isugu imanayeen saddexdo gole waa golaha dhaqanka kan madaxtooyada iyo golaha wasiirada oo laga hadlay xaaladda maamulka qaatumayada dhawaan ay halkaas ka soo saari doonaan mas'uuliyiintaasi iyo golaha dhaqanku warmurtiyeed Cabdi Kariin Olol Somali Channel.